بعد أقل من ساعتين على مغادرة البابا بنيديكتوس لبنان، الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله يتوجه إلى اللبنانيين بخطاب يدعو فيه إلى الاحتجاج ضد الفيلم المسيء لرسول الإسلام محمد ابتداء من اليوم الاثنين على الساعة الخامسة في الضاحية الجنوبية لبيروت وفي عدة مدن أخرى جنوب وشرق لبنان خلال الأيام المقبلة. يجب أن يؤاخذ وأن يحاسب وأن يعاقب وأن يحاكم وأن يقاطع هو المسؤولون المباشرون عن هذا الفيلم ومن يقف وراءهم ومن يدعمهم ومن يحميهم وفي مقدمهم الولايات المتحدة الأمريكية. نصر الله شدد على أن هذا الفيلم الذي يثير موجة عابمة من الاحتجاجات في مختلف بلدان العالم الإسلامي يعتبر أخطر الإساءات على حد قولها التي تعرض لها المسلمون خلال السنوات الأخيرة.